موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، وصف الإسباني فرانسيسكو خوسيه مارتين عضو المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المفقودين الوضعية في سواحل إسبانيا بالجنون الحقيقي، حيث أكد أن مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين يصلون إلى الأرض الإسبانية على متن عديد القوارب، ودعا ذات المصدر إلى ضرورة التحرك لأن التكفل بالمئات من الوافدين أصبح مستحيلا. فرانسيسكو خوسيه مارتين كشف اليوم الأربعاء عن وصول 3 قوارب على متنها 45 رجلا جزائريا، وعلى الساعة 4 صباحا تلقى مركز تحديد هوية المهاجرين المفقودين مكالمات طوارئ حول قارب على متنه 18 شخصا في جزر البليار، من بينهم عائلة كاملة. ونقل الحرس المدني لسان خوسيه أمس إلى ميناء ألميريا 15 جزائريا من بينهم امرأة واحدة، وقارب آخر على متنه 10 أشخاص من بينهم امرأة واحدة، كما تم إنقاذ 3 زوارق على متن أحدها 12 شخصا من بينهم امرأتين وقاصرين، الثاني على متنه 18 رجلا والزورق الثالث 4 رجال. كما تم إنقاذ في ألميريا الليلة الماضية 30 جزائريا من بينهم امرأتان و9 أطفال، وأنقذت منظمة إنقاذ قرطاجنا البحرية زورقين 2 على متنهما 28 شخصا، وأنقذت قوات الإنقاذ البحري لجزر البليار 4 قوارب آخرين على متنهما أو على متنهم 48 شخصا. لتذكير، هذه الأرقام سجلت أمس الثلاثاء إلى يوم الأربعاء. في خبر آخر، وفي أول رد للجزائر على قرار الحكومة الفرنسية بتشديد شروط منح التأشيرة للدول المغاربية، قال المبعوث الخاص المكلف بالقضية الصحراوية وبلدان المغرب العربي عمار بلاني إن هذا القرار غير منسجم وغير مناسب من حيث الشكل، لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبث فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الأكثر ملائمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية. دعت منظمة العفو الدولية أمنيستي السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين حسن بوراس ومحمد مولوج وإسقاط التهم التي لا أساس لها بحقهما. واعتبرت أمنيستي أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. ننتقل متابعينا إلى أخبار مغربنا الكبير، وبتونس عين رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء نجلاء بودين رمضان رئيسة للحكومة، وكلفها بتعيين وزراء للحكومة الجديدة. وتعد نجلاء بودين رمضان أول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في تاريخ تونس. أما عن المغرب، قررت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء إلغاء اتفاقيتين مع المغرب بسبب قضية الصحراء الغربية، وألغت المحكمة اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليزاريو. نختم متابعينا بهذا الخبر، حيث أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق أغنية الراي الذكرى 27 لاغتيال ملك الأغنية العاطفية الشاب حسني شقرون الذي غادرنا ذات 29 سبتمبر 1994 على أيادي الجماعات الإرهابية. حسني غنى للحب وللأمل في زمن الموت، تحدى الإرهاب وصنع الفرحة وسط الخراب. الكثير يقول إنه حي وإنه لا يزال حيا لم يمت، ولكنه ترك الحب يتيما من بعده. بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز، نذكر أنه باستطاعتكم متابعة أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقعي غاديو تيغي ام.نت ومغرب ايمرجون.نت. إلى اللقاء.